بيير شديد بورتري الفنان حامل الجوائز العالمية بمناسبة معرضه الجديد بجاليري إكزود ميلودي أوف كولرز. رح ناخذ منه كل المعلومات والتفاصيل بطبيعة الحال. أهلا وسهلا فيك، شرفنا. أهلا فيك. أهلا فيك. أهلا فيكم. قبل ما نحكي عن العالمية وكيف انتشرت إلى العالمية وكيف صرت معروف بالعالم، خلينا نحكي نبلش بالمعرض. خبرنا عن المعرض أكثر، شو هن اللوحات اللي عرضها بالمعرض، شو التام إذا فينا نقول اللي نزل لوحاتك من خلاله. التام للمعرض سميته ميلودي أوف كولرز، يعني نغم لوني، لأنه هن عدة تيارات مرقت فيها بمسيرتي الفنية وما لقيت اسم بيدل على المجموعة أكثر من نغم لوني، بس هني محطات بمسيرتي الفنية مختلفة متناقضة من وقت إلى آخر. وعملت هالمعرض يلي هو ريترو بيرسبكتيف عن مسيرتي الفنية، يلي بيبلش بالأغرافيك للحركة الدائرية للعمودية والأفقية وللتجريد وتزويج الفن التجسيدي مع الفن التجريدي، وهذا شيء منه مطروح، منه مطروح، أنا عملته من فترة 10 سنين ومشيت فيه. يعني اللي بقصد فيه يقول التجسيدي الكلاسيكو والفن التجريدي يتعارض مع المألوف والمتعارف عليه الكلاسيكي، يعني والناس بتجهل التجريد. أنا جيت عملت ليان بين اثنين تقرب للمشاهد يقدر يفهم إنه اللعبة منا كلاسيك ومنا تجريد بقدر ما هي لعبة ظل ولون وأضواء. أوكي. بقى هيدا المعرض اليوم يلي هو موجود عدة تيارات فيه وبمسيرتي الفنية، وإله 5 سنين عم بيتأجر المعرض، بالنتيجة ناقشت من بعد الكورونا وبعد المشاكل اللي مرقنا فيها. يعني أحداث ومراحل متناقضة أستاذ بيير مثل ما ذكرت لنا، ولكن صبوا كلهم بمعرض واحد. بدي أعرف شو الكومن بوينت يلي باللوحات. ديك الإنسان بداياته ببلش في بعناوين مختلفة، بعناوين باردون بيكون حاططها ومعتبر هي شمال هي الطريق، لكن عند بس ينضج فنيا وبينضج فكريا ببلش يشوف الامور بطريقه مختلفه بغير برسبكتيف. نعم، بغير برسبكتيف اكيد طبعا. وانا ما حبيت، يعني طبعا الفنانين عالميا تلاقي كل فنان عنده لون، وحتى بالموسيقى مثلا بتعرفي هذا لون وهيك وهذا لون. انا بكل حقبه كنت عم شوف عم فتش على حالي وعم فتش على ذاتي بطريقة بشغف دائم، وما كنت أبقى مطرح مني موجود على طول بدي أطرق أبواب وبدي أدخل على عناوين جديدة وعلى أفكار جديدة. يعني اللي بقول لك أنا كنت كلاسيكي أرسم من الفنون التجسيدية الواقع واشتغلت فترة طويلة في هالموضوع، لكن بعدين الشكل يعني صرت أدرسه أكثر وأقول أنا موجود بمعادلة مني عم شوف الحقيقة. وعطيت مثل هذيك اليوم عم بقول إنه نقطة مي بتشوف فيها على الميكروسكوب غير ما تشوف فيها أنت، معناتها المعادلة الموجودين فيها نحن مش هاي الحقيقة، هيدي نسبة للحواس الخمسة تبعنا عم نشوف هالأمور هيك. بقى بلشت غوص في عالم الشكل أكثر وفوت لمضمونه والأشكال ككل مش شكل واحد. يعني هون انتقلت من مرحلة اسمها الكلاسيك إلى الجرافيسم. الجرافيس يعني الخطوط اللي عم تبرم حول الشكل، وطلع تيار هيدا عملته من أيام 78 أيام ما كنت في باريس وشغلت عليه فترة طويلة. لكن هيدا كمان تيار، هيدا التيار وصلني إلى الحركة الدائرية، يعني منه وصلت للدائرية. يعني فينا نعتبر انه هويتك الفنية واضحة اكثر شيء
من خلال ميلودي اوف كولرز؟ اكيد هي نتيجه ميلودي اوف كولرز، هن نغم لوني سواء كان بالموفون سيكولير ولا بالكلاسيك ولا بالجرافيز ولا بالعمودي والافقي ولا بالتجريد. طيب اذا بدنا نحكي بين هولي كلهم، عصاره هولي كلهم ببيير شو؟ يعني شو طلعت بعصاره اخر شيء؟ ما في عصاره، في بعدنا دائما مستمرين عم نفتش. ما لقيت شيء؟ مش ما لقيت شيء، لانه نحن موجودين بواقع، يعني تفتيش عن الذات بتوصلي لقناعه يلي هي مرحليه، بس ما فيك تقولي هاي الحقيقه. هي هي بحاجه دائما باكتشافات. شو اكتشفت الغلط؟ شو اكتشفت انه لا it wasn't true؟ غلط ما في غلط، أكثر ما أنت عم تفحصي على عالمك الذاتي، عم تفحصي عن ذاتك كإنسان موجود بهالمسيرة بالحياة، عم نفتش على ذاتنا بالنتيجة، إن كان بالموسيقى ولا باللون ولا بالكلمة ولا بأي شيء بنعمله بالحياة. بتلاقي إنه معقول نلاقي حالنا؟ معقول نلاقي حالنا؟ ليكي بيقولوا إنه الإنسان بيستعمل دماغه بين الأربعة والخمسة بالمية، أنا بسألك الخمسة وتسعين شو عم بيعملوا فيه؟ ذاكي شو بعد عنا؟ شو بعد عنا تجارب بدنا نمرق فيها تنبلش نقول الدنيا هيك؟ وأنا بتصور هيدي ما إلى نهاية، يعني مثل ما في بداية ولا في نهاية، ما بنقدر نعرف أكثر ما عم نكتشف. يعني كل وصلنا اليوم بالتكنولوجيا بالفن ما هو إلا شذرة صغيرة من المعرفة الكبرى طبعا، يعني ايه، وما فينا نقول وصلنا، يعني عشو وصلنا؟ بعدنا مستمرين، ما زالوا الزمن بعده مكمل، لكن فينا نقول شغله، انا صار عندي قناعه نسبيه لهالمعادله اللي وصلت لها، يعني أوكي. ما فينا نقول لا، يعني لانه ما بنقدر نبني المستقبل اذا ما كان عندنا ثوابت من تجاربنا الواقعيه تنقدر نتطور 100%. استاذ بيير رح نبلش نستعرض صور من معرضك من ميلودي اوف كولرز، وحابين اكيد تعلق لنا على الصور وناخذ منك التفاصيل اكثر. هيدا المعرض اكيد كيف بتوصف التجربه لحديت هلا؟ كيف عم بيكون الاقبال الزوار؟ كيف عم تكون ردة فعل؟ انا كان عندي أريال بونسي مثل ما بقولوا بالنسبة للمعارض اليوم، لأي نشاط فني موجود بالبلد، الناس محل والفن محل تاني. الناس ملهية مش لأنها منا زواق وما بتحب الفن، لا، بس لبنان هو البلد السباق كان بكل أنواع الفنون طبعا، لكن بعرف ظرف لبنان هلأ ما بيسمح للناس من كل النواحي، سواء على صعيد المادي على صعيد السفر بده يجي تشوفه، الى جانب مشاكل الناس. انا ما كنت متامل انه رح شوف هالحشد البشري بالمعرض، بس تفاجات انه لقيت بعد في ناس، بعد في ناس بهمها هالموضوع ما بهمها خبز اليوم يعني. الحمد لله. وهذا شيء اعطاني فرحه بداخلي، ماني مستنظر انا مثل المعارض السابقه كنا نعملها، لا، لكن كثير بشوفها خطوة إيجابية. وتاني شغلة، مش حلو كل مرة نفتح التلفزيون والراديو وما تسمعي إلا أسود وأسود وأسود وأحمر وأسود. حلو تفتح الواحد الإعلام ويشوف لوحة، يسمع شغلة، بعدين بدي لي شغلة بالنسبة للفنون التشكيلية، يعني ما بتلاحظي إلا شحن على الأغاني فقط، يعني الاغاني اللي صارت بعتذر من كل انسانسيه، يعني ما عندها هالمضمون اللي كنا نشوفه قبل. لكن الفنون التشكيليه في تعتيم عليها. انا برايي الثقافه البصريه كثير مهمه لمسيره الانسان، مش بس السمعيه، اصلا كل الحواس تبعنا، الذوق والشم والسمع والبصر، في تعتيم شوي بالبلد على هالمنحة هيدا يلي هو بيسموه فن تشكيلي، ما اللبناني كثير عم ندخله إعلاميا ثقافة بصرية.
بس في فسحة أمل بتابلوياتك شو حلوة هاي مثلا الألوان صاخبة ومدموجة بشكل التناغم يلي تحدثت عنه أيوة. يعني بالميلودي أوف كولرز هالقد واضح فيك تفصلنا عن هاي بدي أقول لك هيدي بتدخل بتيار العمودي والأفقي وشغلي تاني تعاملت مع الطبيعة أخذت النكتار تبع اللون وحطيته بدمجته بطريقتي أنا وبإيقاعي أنا وكأنه معزوفة موسيقية بصرية مش بس النغمة هي اللي بتعطي تأثير فكري وروحي للشخص كمان البصر شايفة أنه للمرأة حصة كبيرة كمان إيه هوني إيه طبعا هذه بمرحلة المدرسة مش مدرسة هذه امرأة بمرحلة الفن التعبيري اللي هو اختصرت كمان المرأة بإيقاع وريد بضربة البنسو هلا عندي تيارات كتير بس أنا عم بقول لك محطات الثابتة بالدائرة وكذا وكذا وهيدي مثلها بس شو حلوين التناغم بالألوان وهيدا الدمج ليكي ما هي هون الخبرية اللون مثل اللغة مثل النغمة الموسيقية يعني لما تعرفي تزوجي لون مع لون ويعطيك ردة فعل إيجابية على بصرك هذا المطلوب يعني طب هيدا الشيء بنتعلمه أستاذ بيير ولا بالفترة؟ ليك بالفترة أكيد بده يكون عندك تندانس من وقت ما بتخلقي أنا حب الجمال هلا واحد بحب ما بعرف على الأزياء واحد بيروح على البزنس بحب المصاري مثلا كل واحد بيعمل الشمان تبعه مثل ما عم بيشوف الدنيا انا كنت دائما اطلع على جماليه اللون والنغمه الموسيقيه بلش موسيقى قبل هاي شو ايه هاي العموديه والافقيه الافقيه اختزلت الطبيعه لونيا بدل ما ارسم شجره وبيت وبحر وكذا اخذت لون الطبيعه وعملته بشحنات مكثفة مسيف سميكي وبتنطلق إلى العالم الروحي يلي هي هالمير اللي طالعة فوق شو حلوة هالصورة رائع بما أنه عم نشوف تابلوياتك الرائعين حضرتك عرضت بكتير دول بالعالم وصار اسمك متداول خبرنا عن تجربتك برا وهل في فرق شاسع بين المشاهد أو اللي بيستمتع أو اللي بيقدر هيك نوع من الأعمال برا وبين عنا لكي طبعا في لأنه هني عريقين أكثر بالفنون أي. التشكيلية يعني بعطيكي مثل بألمانيا أنا كنت بالفترة الدائرية اسمع باخ جون سيباستيان باخ لما عرضت بألمانيا بيجي ناخد الفني اسمه كيلمان بيكتب ثلاثة سطور بيقول ما يلفت بأعمال الفنان بيير شديد الإيقاع الخطي وصداه اللوني مما يذكرني بإيقاعات جون سيباستيان باخ أنا هون دهشت إنه هذا شو كيف عرف إني أنا بريتم باخ مثلا وأنا مش عارف حالي أنا ماني عارف حالي إني انكونسيومون عم بمشي على الريتم تبعه لأنه هذا باللا شعور بقى كثير لفت لي نظري إنه هالقد عميقين وهادي بيعرفوا يقروا اللوحة وبيعرفوا يقروا نقاد عندها مش عم بقلل من قيمتهم لكن ما بينزلوا من زاوية تقنية علمية بينزلوا لها من زاوية يمكن كتير سوبجكتيف يمكن كتير خاصة يمكن ثقافية أكثر ما هي تقنية دقيقة وقتها بتكون بترسم يعني أنت بتعيش شوي بأجواء السكون الرواق اللحظة عندك كتير إلى قيمة يعني منا سريعة في تقدير للوقت قديش بيتناقض هذا الشيء مع عشتنا نحن اليوم
بحياتها القد سريعة وبحياة أنا بعتقد الناس تتنفس بس تضل عايشة بس هالقد فوضى. إيه بس ما في حدا عم يتنفس مزبوط بالفترة بكون عم قدام لوحة كل المخزون تبعي اللي بستوحيه من الواقع المعاج سواء كان سلبي ولا إيجابي سواء كان بيوجع ولا بيفرح كله هذا مخزون موجود بال بال بالفكر تبعي لما بوقف قدام لوحة بيضاء برجع وجدانيا بقول أنا شو بدي أعطي للي عم بيشوف هاللوحة كيف بدي خليه يحس حلو رغم أنه كل الانطباعات اللي بيخدها من الواقع يمكن تكون كتير سلبية بس علي أني حول السلبية إلى جمال علي أني حول أنه واحد يصير يحب الشغلة وهيدي اللابوراتوار اللي بيعمل لي هالفابريكاسيون هيدي هو نظرتي للحياة عطول نظرة متفائلة لأنه بتطلع بالحياة أنا إنسان بيمرق بجريف بيمرق بوجع بيمرق بأوجاع كتير بحياته بس مش كل حياته هيك نحن عم نمرق بأوجاع اليوم وهيدي تجربة كتير مهمة كتير مهمة إذا ما بنمرق فيها ما بنعرف قيمة اللحظة الحلوة ما بنعرف قيمة الأشياء الجميلة وأنا بقول كتير مهم يمرق تمرق شعوب ولا يمرق أي فرد بتجارب صعبة تياخد عبر منها ويعرف الكوتي بوزيتيف شو حلوة بالحياة أنا بكون عم برسم ما بجمع كل النيجاتيف والبوزيتيف وبحطه بقالب روحاني حلو جمالي ويمكن أيام ما أتوفى كتير حسب الانفلسيون اللي عم بشتغل فيه بس بشكل عام عطول عم فتش على الجمال والجمال هو السلام هو الحب هو كل شيء حلو بالحياة عم نفتش عليه ولازم ما نضوي إلا عليه أنا بتعجب سوري يعني أنه تقعدي على التلفزيون ما بتشوفي إلا كله أسود ونيجاتيف هيدا كمان له علاقة بي 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 بالميديا اللي عم تبخلنا الدنيا مش كلها سودة كمان في كوتي حلو كتير فيها الحياة مش بس نضوي عهو عهو أنا بقول يمكن عندنا نقص ثقافي بمجتمعنا أنه طيب أنا بيهمني صار البترول معنا وما بعرف ومضينا وصار في حرب وصار في إشكالات ببيروت وصار في كذا بس في كوتي كمان حلو كتير بالماء عم تصير ليش ما مضوي إلا شيء الأسود والسلبي المجتمع بحاجة لشيء يتنفسه لشيء النفس عم تحكي فيه مش بس أنا بلوحتي بدي أعطيها مفروض الميديا تعطيها كل الإليمون تبع البلد الروح السلبية هي عم بتكون طاغية للأسف أستاذ بيير بس الحمد لله بعد عنا فن بنعرف أنه بظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية يلي عم نقطع فيها بنعرف قدي صعب على الفنان أنه يقدر يستمر مع هيدا وكله في كتير نشاطات مع هيدا وكله في كتير أعمال حلوة عم تتقدم بعد في فن وبعد في إبداع حلو. هيدا الشيء على الأقل بخلينا نقول أنه بعده لبنان بألف خير وأنا فرحت كتير أنه أنتو عم بتضووا على المنح الثقافي كتير فرحت فعلا لأنه تحت عم بيقلي المسؤول أي نعم. إنه بس ما بنحكي إلا ثقافي وفن وشاعر وأدب لبنان بحاجة لهالشيء هيدا واجبنا أستاذ بيير أكيد حلني. بس بدي أعرف منك هلا بعرف إنه الفنانين إجمالا قطع كتير صور قطعوا من دردش هاي البدايات هاي كان عمري 9 سنين 10 سنين بس رسمتها إيه هي ولوحة تانية نموذج موجود يعني كان عمري 10 سنين 9 سنين لحظة فينا نرجع بليز نشوف صورة العمل معروف تانكيو حياتك نحن وعم نشوفهم أنا بس بدي أعرف استاذ بيير بما هي كان عمرك 9 سنين بس 9 سنين واو كأنها صورة كأنها صورة مش بينتينج صحيح هي نقلة أكيد كان بعدني أنا كوفيور يعني مش مخترع من عقلي عرفت بس نقلة بس إنه بتعقل بس إيه كنت بعدني بالطريقة بالويتيام بدي بالستيام هيدا الدون اللي كنا عم نحكي عنه إلا ما يكون الشخص يكون عنده التنطاس أنا تقلي شغلي أنا بلشت موسيقى وأرمونيكا وجيتار
صار عندي تندانس على الموسيقى أكثر من الرسم. لكن لما كنت بيتي حد البحر، روح حد البحر اطلع في صخرة مثل الروشة حد بالبحر، تشبه الروشة، يبقى صبح الساعة 7-8 امشي اطلع عليها، لقي الأضواء نور الشمس عليها عاطي كذا لون، والظل تبعها موف على أزرق على تركواز. من هونيك لفتتك الألوان؟ أنا لا شعوريا رحت على اللون من وراء الطبيعة كمان شدتني. مش أنه بعدين شفت فنانين، شفت فنان بالمنطقة بهالعمر كمان أثرني، انسرقت للرسم للون أكثر ما تبعت الموسيقى، بس ضليت روح للون بعدين كملت باللون. طب ذكرنا بالمقدمة أنه حضرتك حاصل على عدة جوائز، شو بتضيف الجوائز للفنان؟ هيدي مثل برافو عملتي حلقة حلوة، وبرافو كنت مبيني حلوة، وعينيكي كانوا بالظبطين، وتياب اللي بسين حلو. ليكي مش معناتها ما بقدر الجوائز، بلا لما يكون كاذب معي، يعني شخص عم بيقول لك أنا مقدرك، أنت شغلك حلو، ميرسي لإله، ميرسي لإله، مش ما بيعني لي، لا بيعني لي، بس ما هي ما بتضيف علي لا على ثقافتي ولا على علاقاتي ولا على شيء، ما بتأثر فيه، رغم أني انعرض لي أعمال عالميا يعني بتضوع عليها. كنت فكر أو كانوا يقولوا لي أنه أنت بس تصير بالعالمية رح تصير غير إنسان، رح تتأثر، رح تتغير. ما في شيء غيرني، لأنه بعرف حالي جاي مشوار على الدنيا وعم باخذ انطباعات من هالمجتمع اللي عايشه، من هالبيئة اللي عايشها، وأنا ما فاهم حالي ليش جيت ولوين رايح وشو عم بعمل، بس عم سجل انطباعاتي بشكل صادق، سواء كنت بأوروبا ولا كنت هون ولا بأمريكا. بذكرني مياس يعني لما الربح شو قال، كثير أثرني كلامه، كثير أعجبت بكلامه، قلت فنان حقيقي مش ناطر العالمية. صحيح هيدي عطته قطفت عليه شهرة عالمية، لكن هو قضيته مش هون، قضيته الإبداع والفكر المتطور الجديد. وقال أنا لو وصلت للعالمية هيدي الأرض هي البوينت دي بار تبعي، هي الانطلاقة تبعي. أنا كنت دائما أفكر إنه الطبيعة اللي عندنا هون وأرضنا ومجتمعنا هن الحافز الكبير بيخلوك تكوني قريبة لذاتك وتتعرفي على ذاتك أكثر وأكثر. بقى هيدا القطف علي. وجوائز أوكي كتر خير وعطوني جوائز. على كل حال نحن فخورين فيك كتير وفخورين بهيدا الحوار، بس للأسف خلص الوقت. بيير شديد فنان تشكيلي، أهلا وسهلا فيك، ولبنان والعالم فخور فيك. شكرا كتير لوجودك. موفق يا رب.